اوكي شوف، في انا واحد واقف عند القبور، شكلها شباب هذه قبور عائلتي. يا للاسف يا ويلتا. ايش اندر هاي مين هذا؟ ما تقول ايش هذا هو. السلام عليكم، مرحبا الابطال، اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم يا ابطال زي ما شايفين لعبه جديده اسمها ديمون فول، اللي هي يعني بيجي معناها سقوط الشيطان او اشي زي هيك، بس هي يعني ماخوذ عن مسلسل او عن انمي اسمه ديمون سلاير، قاتل الشيطان. فالحين يا ابطال بدي اعمل شخصيه. طبعا يا شباب انتم كلكم عارفين القصه الا انا طبعا، لاني ما شفتش الانمي ولا بعرف اشي، بس كل اللي بعرفه انه في شيطان او شياطين قتلوا عائلتي والامور هذه، وكل علي انا ايش اني انتقم. هذا هو اللي كل اللي فاهمه في القصه. فحنشوف شباب الاحداث ايش حتصير معانا داخل اللعبه. فانا يا ابطال حجهز الشخصيه زي ما شايفين قدامنا هيك، جهزها على السريع وارجع لكم على طول. طيب يا ابطال هيك خلصت. انا بصراحه مش عارف، انا المنظر مش عجبني كثير، منظر الشخصيه، بس خلي يعني كويس، خليني اقول كويس، اقنع حالي انه كويس. طيب شباب عندنا هنا الفاميلي عندنا شباب ثلاث محاولات ان احنا ايش نغير الفاميلي. فالفاميلي هنا يا ابطال لقب العائله، اذا كان لونه احمر بيكون ايش كويس، اذا كان برتقالي بيكون اشي اقل من الكويس، اصفر اقل. فخلينا نشوف، نعمل سبين. اوي جيب احمر. ايوه بس اقف عند الاحمر، مش راضي يقف. اصفر، والله اصفر كويس. جرب كمان، خلينا نشوف شباب، يمكن يجي حظنا كويس، ما بعرف. اذا اجى برتقالي حضني ثابت عليه، اجى ابيض والله شكله شباب مش حيجي، حنتندم على اصفر شكلنا. يلا وقف، والله كنت حاسس انه حنتندم. اجى ابيض يا شباب. طيب ضعنا يا شباب، ضعنا. فخلينا نقول فينيش، اوكي تليبورتينج ونشوف. طيب يا ابطال، وهيك احنا ودخلنا اللعبه، انا شايف في الوان حمراء يا شباب. الحين شباب المطلوب مني انا اني اقتل الشيطان اللي قتل عائلتي. اي شودنت هاف، راح الكلام والله ما قريت حاجه. على الكيو بتعمل الحركه هذه، سبيس بيقفز. انا شفت زي لا مش قبر، طلع صخره عاديه. طيب خلينا شباب نمشي احنا في طريقنا نشوف. هو في معي شباب، في معي عماد ومعي بشير، بس مش عارف وينهم، يمكن سفر تاني مش عارف. فبنستناهم يجوا، فخلونا ماشيين على الطريق نشوف. طيب في ضواو هنا. اوي السلام عليكم، وين اوه في واحد وقع على الارض. طب خلونا نسلم على الناس. هيو ماي فاميلي، اوه هذه عائلتي انا والله. شوف ايش عملوا فيهم. طب مين هذا؟ هذا الشيطان. طب تعال كانك هذا، تعال. What did you do؟ ايش عملت يا محترم؟ كاتانا، ذا كاتانا اي ماست جيت ماي مذر كاتانا. يا عم استنوا شوي، خلونا نقرا شوي. بقول لك يا شباب انا ار بتعمل درو سورد، داش بالكيو ماشي، بلوك دفاع الاف، بي اللي ماشي لايت اتاك، هيفي اتاك بالزر اليمين ماشي. طب خلينا نشوف باتل يا كبير. هوي استنى يا معلم، هات السيف، خدنا السيف شباب، طلع السيف، تعال يا معلم. هوي يا الهي ما تقلها يا شباب. اوكي شباب زبطنا، تعال. ايوه خد يا كبير. صحي استنى شباب، اللعبة ثقيلة، شكلي بدي اخفف الجرافيك فيها مش عارف. تعال زبطك بس. خليني اعطيك هيفي اتاك. اشرد. اوه وقعني. شباب طبعا انا لو مت الحين حصير شيطان، لازم احاول اني ما اموتش. لازم خلينا شباب نلعب على الشفت احسن، لازم اني ما اموتش، لو متت انا حصير شيطان زيه. فبديش اكون شيطان. اقعد ساكت هان، اقعد. ايش نطول لما تموت يا حبيبي انت؟ مش عارف قصته شباب، بدوش يموت شكله. يمكن لما يقع شباب لازم اعمل حركه. استنى انا الي الدور يا معلم في الضرب مش لك. تعال يلا دوري. اوكي شباب ايوه اضغط بي، ولك اضغط بي يا زلمه. شو هذا شباب يضغط بي مش عارف ليش. ايوه خلاص يا شباب هيا زبطت. اي ما نجدتوا يا عمي، خلونا نقرا. انتم بتحسب الواحد ايش؟ مش عارف هو عمل وعد، قال لهم اي بروميست، بس وعدهم في ايش؟ ما بتعرف ايش يعني. فخلصنا شباب هيك تقريبا، هيك تمام. قتلنا الدايموند،
او الدايموند. دايموند ايش؟ دايموند. طيب يا ابطال عدنا من جديد. في بقول لي اضغط اي من اولها، اضغط اي، طفينا الضوء. اوكي شوف، في انا واحد واقف عند القبور، شكلها شباب هذه قبور عائلتي. يا للاسف يا ويلتا. مرحبا يا معلم، ايش ما كنت عايت يا كبير. اوي خذ بالثأر. طيب شباب، انا يعني قالوا كلام كتير وتكلموا في كتير حاجات. في واحد واقف هناك مش عارف مين هو. فاللي فهمته يا شباب انه ايش بقول لي، يعني هذا صاحبنا لازم اخذ بالثار. انت مش هتغير اللي صار، لازم يعني تمشي للامام وشوف المستقبل وامور من هذه يعني. فيعني في النهايه، في النهايه مختصر اني ايش، انا ليش بخبط على قبور العائله مش عارف. في النهايه الشباب انه ايش، لازم انتقم، لازم انتقم، وحاولوا انهم يقتلنيش. فهذا اللي فهمته انا. فمن وين انتقم يا صاحبي؟ كانت في كل الاضواء. طيب طفينا ضوء، مش عارف، يمكن لازم اطفي الضوء كلها شباب مش عارف. طيب شباب خلينا نمشي من هنا ونشوف طريقنا حتكون صح ولا لا. طب هذا كيف بيجري الحين؟ بجريش بس كيو خلاص. طيب شباب في هناك اللي هي بسم الله يا راجل لمستني، في ستودة هنا بتهيألي شباب لازم نروح عليها صح؟ بس مش عارف، لازم يمكن نمشي على الطريق ونلف من هنا ونروح عليها. هذا كيف بيجري الحين؟ انا مش فاهم، انت كيف تجري يا هوي؟ علمني كيف تجري. يمكن دبليو مرتين صح؟ دبليو مرتين. اركض يا كبير. ايوه صارت الدنيا شباب هيك كويسه، فيش ضباب فيش اشي. خلينا شباب ننطلق ونشوف عوندي يودينا المكان هذا. في معانا شخص مش عارف مين هو صراحه. خلينا ننطلق. فروستي فورست، مش عارف غابه مش عارف مين، او تقريبا الغابه المتجمده فروستي مش عارف. طيب يا ابطال قربنا نوصل، وصلنا على قرية على ما اظن. مين هذا؟ هوي من انت؟ من انت؟ انا؟ انت بتقتل؟ ايش في؟ ايش؟ مين هذا؟ عماد انا كنت حاسس انه انت. يا باي سيفي كيف صار كله دم يا شباب؟ طيب يلا يلا يا عمي، انا ضغطت ار ما ضغطتش حاجة تانية. وين بشير طيب؟ طيب يلا يلا شباب، الحين بدنا نيجي هنا. بدي اكل. اوي السلام عليكم، ممكن تاكلنا يا كبير؟ خلينا نضغط عليه يا شباب. دو يو وانت، بدك شوربه مش عارف مين فور 20. ماشي ما انا معي 20 ما بعرف. معي 200. نقول له يس. جيف مي 10. اوكي اكلنا شباب، هياته كويس. مرحبا يا استاذ، ابعد يا معلم. اي انت ليش طيب؟ مرحبا يا كبيرة، خلينا نشوف بس وجهها كيف. طيب يا ابطال بصراحة انا شاب مليت وانا بقرا في الكلام، فصرت اقدمك على السريع. بس انا اللي فهمته زي ما قلت لكم، فهمت انه في معلمين في الماب بيعلمون يعني شوية امور عشان اصير انا ايش، قاتل الشياطين. بس عماد هيت شباب، هذا عماد، هذا عماد لعب في اللعب كتير. وهذا الثاني بشير، هياته شباب معنا، بشير زي لسه مبتدئ. عماد بيقول لي انه المعلمين هذول الموجودين في العالم هذول ايش بيعلمونا، ايش بدنا نقول يعني، بيعلمونا التنفس. تنفس مين ما بعرف، بس خلينا نروح شباب الحين ونشوف. والبنت هذه اللي جوا بتقول لي بدي استعدني يعني ايش، ان انتقم لعائلتي. فهيا يا صديق، استنى خلينا نضغط شفت شباب احسن. يلا يلا يا عماد، يلا نروح. نروح مين؟ هو فيش غيره اصلا، هذا هو تكاشورو تكامو اسمه كاجاكوا. يلا على كاجاكوا. طيب شباب عماد بيقول لي هذاك وحش، فكويس لما رحنا كانت زبطنا على الاخر. فخلينا شباب نمشي ورا عماد احسن.
طيب شباب، اخيرا وصلنا ل مش عارف ايش اسمه هذا، والله اللي خاطر اقتله. ليش ساكن هان انت؟ ما تسكن المكان قريب؟ طيب شباب نضغط عليه ونشوف. بقول لك مش عارف مين بصراحه شباب، من بعد المشوار هذا كله مش حقره حاجه، فحصل عماد على السريع بضغط على ايام هير مش عارف مين. انا بقول له انا موجود هنا عشان اتعلم اني اصير ايش، قاتل الشيطان. ديمون هورن شو بده؟ قرون بده 20 قرن شيطان. والله شباب اللعبه هذه كلها برم. طيب شباب احنا بدنا نجيب قرون. طيب يا ابطال الحين يا شباب بدنا نقتل شياطين. هنقتل شياطين. هو عماد في معاه قرون كتير بس مش هاخذ منه انا طبعا، لانه ايش خلينا نطلع السيف تبعنا، لانه شباب ايش بدنا نقتل شياطين وناخذ منه القرون، يعني 20 قرن بده. وبعد هيك يا ابطال نيجي صاحبنا هذا عشان يعلمنا كيف نكون قاتلين الشياطين، او مش عارف ايش بده بالضبط اصلا هو، بس خلينا شباب نروح نشوف ان شاء الله ما يكون هذول مكانهم بعيد اللي هم الشياطين. ايش اندر هاي من هذا؟ ما تقوليش هذا هو. السلام عليكم، تعال 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 بديك كلمة. لون دمي وين راح؟ السلام عليكم. طب خذ 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 بس خذ خذ، اقول لك كلمة خذ. لا ايش هذا ايش هذا؟ استنى استنى استنى، طب هذا كم قرن بعطيني؟ مش عارف. طب ايش هو كويس، خلينا نضرب. مش عارف انا بضرب عماد ولا لا. اوكي بشير شرد، بشير شرد مش معانا اصلا. اوكي قتلوا عماد، مش عارف لحالي حقدر. طيب يا عم ايش تضرب قاعد؟ مش عارف ديمون ايش شباب اخذته هذه مش عارف. السلام عليكم، تعال يا معلم. هنا ايش قال؟ هذا حيقتلني يا شباب، هذا حيقتلني الزنخ. هاي اجى واحد اجى واحد اجى واحد، انا حموت انا حموت اصلا. السلام عليكم، وينه؟ أنا متت. شكرا يا عماد إنك قتلتني، شكرا يا عماد إنك قتلتني. إيش هذا وين رايح؟ هاي يعني شوف شباب، عماد قتلني وإيش مشايلني كمان، يعني إيش كأنه مش فاهم حالي. طيب يلا وريني وين توديني؟ أنا قاعد بموت وأنا على ظهرك يا معلم، عشان ما ياكلني. آه وكلني بصير شيطان يعني. طيب كويس إنه شباب يعني كويس ان احنا جروب، ولا كان ضعنا في غراب اجا ايش بده هذا الغراب؟ يو ماست ديليفر، انا دمي قاعد بزيد. طيب شباب الظاهر انه هنا 90 يا شباب. يا الهي برضه شباب بنسى، بحس بحالي بلعب لوكس فروت، بضغط زر يمين. شباب انا مش عارف يعني عندي اللون نهايته تحت. وصل بتهيألي التنفس هذا هو اللي قال عنه عماد على ما اظن، وصل عندي 11 فشكلي حموت الحين انا اعتقد هيك، لانه صار لنا كثير واقفين. مش هذا قوي كثير، مش عارف صراحه شباب، مش عارف عماد كيف خلصها لحاله، انا مش عارف. لازم يكون معك حدا، اما تلعب لحالك هذا اشي مستحيل. جولدن ابصر مين؟ معي قرنين يا شباب بس انا؟ كل هذا ومعي قرنين؟ مش عارف عماد وين؟ هاي الشباب تحت قاعد بيضرب فيه. قتلوا قتلوا كويس، كفو يا استاذ عماد. بتهيألي شباب هو ما وقعش كل هذول، بتهيألي عماد هو اللي اعطاني اياهم على ما اظن. طيب شباب انا بدي يعني اعتبر، بدي اعتبر انه احنا ايش قتلنا 20. هو بيطلع لك مش منك يعني، هو بص هذا بص هذا. طيب شباب ها طلع بوس. طيب عماد انت في معك قرون؟ فالحين شباب احنا حناخذ من عماد، هذا يعني هي المهمه مش هيك، المهمه لازم تقتل الشياطين انت. فانا حاخذ من عماد قرون ونروح نخلص المهمه، عشان ايش الوقت؟ عشان نعرف التصوير والامور هذه. فانا معي الحين 8. اوكي شباب هيك يعني بدنا نعتبر حالنا ايش خلصنا. مش عارف ايش هذا، في زعيم هانا، في زعيم هانا يا عمي. بعرفش انطها. قتلني 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 صراحة شباب، صعبة اللعبة صعبة. فأنا حسيب عماد يعني هو بخلص حاله أكيد. فشباب اللعبة صعبة صعبة جدا جدا. مش عارف بشير وين راح، هيا بشير حستنى عماد عشان يوريني الطريق، لأني نسيت الطريق وين. طيب شباب بشير وعماد ماتوا،
انا عن فكرتهم انتقلوا هيك تليبورت او اشي، بس طلعوا 200 وانا اللي عشت، مش عارف كيف الصراحة، لان انا اصلا الاكلت الكتل كله في هنا مش عارف بلمش بجمع في كاسات وفي امور مش عارف ايش لزومها في الحياة. في شيطان هنا هذا ليش؟ اوي السلام عليكم. طيب طيب ابطال، وصلنا لعند صاحبنا هذا اللي اسمه غريب اللي بدنا نعطيه، اللي طلب منا 20 قرن. نشوف. السلام عليكم شعب بشير، وين راح يا بشير؟ شاب لسه تحت، مرحب يا كبير، عملت لك الحاجات اللي بدك اياها بس خلصني يعني، خد هياته يا معلم، كونجراتيوليشن. طيب شباب، زي ما فهمت برضو من عماد انه هذا صاحبنا قال لي مش هيعلمني، قال لي اني عملت اللي عملته كويس وبس، ايش قال لي لازم اروح اقتل البص واجي. فاحنا قتلنا، فبدك كلمه ثاني، قتلنا لما رحنا يعني اول مره ما رجعناش ثاني. هذا شوف اوكي، هذا شباب كلام ثاني، ويلكم باك ماشي ايها القاتل. ديد يو ديفيت ذا ديمون، هزمت الشيطان؟ صراحه شباب اللعبه فيها كلام كثير، ف ايش صار؟ اوكي اعطاني شباب شغله هياتها. اوي مش عارف هذه التنفس يعني، خلاص علق على الجي مكتوب على واحد هي. طيب علقت على الجي يا شباب نشوف. طيب شوف صار يطلع شباب من تمي، صار يطلع دخان. الحين اضغط واحد، اوه علق على الجي واضغط واحد. اوه شوف يا شباب يا معلم، صرنا شباب اسطوريين شكلنا هيك. يا شباب الواحد صارت سودة عندي مش عارف ليش، علق على الجي تاني. اوه بس الحين اضغط جي وخلاص بتصير معك الدنيا في اللزوزة. طيب شباب انا الفيديو حاسه طول كتير، حاسس اني عملتش حاجة بس قتلت الشياطين وبس، فمش عارف لانه صار لي بسجل ساعة هالحين تقريبا، اكتر من ساعة بسجل. فشباب اذا عجبتكم الحلقة حنكمل فيها بعدين، اكتبوا لي في تعليقات اذا عجبتكم. طيب يا ابطال هيك وصلنا لنهاية الحلقة. يا صاحبي اذا عجبتك الحلقة يا ريت ما تنساني من اللايك والاشتراك في القناة اذا انت مش مشترك، واذا بدك يعني نكمل حلقات تانية غير الحلقة هذه اكتب لي في تعليقات قولي اللعبة عجبتك وانا ان شاء الله حكمل فيها. ومن هنا يا ابطال الحلقة القادمة ان شاء الله براكم على خير. خير يا شباب، نشحن 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 ونعطيها واحد. اوكي والله دخلنا في السيف، خلينا شباب نحرقهم بس عشان قبل نقول سلام. قتلوني سلام.